على جذب الشباب من خلال الأنشطة اللي هم بيحبوا يمارسوها، زي ما وجودنا هنا النهاردة كده من خلال رايد عجل، حاجة بنحب نشارك فيها كلنا وبرضه بنستمتع وبندعم مبادرة الخير وبنسلط عليها الضوء. ايه مبادرة الخير؟ مبادرة الخير مطبخ الخير هي مبادرة تمت السنة اللي فاتت. كنا عندنا مطبخ موجود سيادة اللواء اسماعيل الفار مدير تنفيذي للمجلس القومي للشباب، والدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة للقاعدة الشعبية للتنمية الرياضية اعتذر، والدكتورة جادة مدير عام القاعدة الشعبية. في البداية بس حابة أعرف، سامعيني تمام؟ أروح بالعجلة مش هروح معاك بالعربية. تسعة تسعة ستة 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 عشرة أنا عشرة أنا رقم عشرة يلا لغينا تمام. مبروك لأستاذ محمود عرفة أدمن الجروب مباشر مجلس الإدارة. ألف مبروك يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من منافقاتكم وجوائز وزارة الشباب والرياضة، وبنلفوا تحيات الدكتور أشرف صبحي ونظرا زي ما قالت زميلتي الدكتورة سونيا امبارح أخباره في الماتش كان هيبقى موجود معاك. شكرا وكل سنة وأنتم طيبين. احنا شاكرين حضور حضرتك جدا جدا وممثلين الوزارة، وإن شاء الله احنا